وقبل ما نبدأ في الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وما تنسوش تدعمونا بلايك حتى نستمر في نشر المزيد إن شاء الله تبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام مع أخيكم إسماعيل الجعبيري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، زي ما هو العنوان واضح أمام حضراتكم، تفسير حلم رؤية الميت يصلي في غير اتجاه القبلة. ذكرت فيديوهات كتير جدا ان الميت لما يتعبد لله بتبقى حاجة كويسة، انما اشوف الميت بيصلي لغير القبلة في مشكلة عند الميت بمنتهى البساطة كده. فكون ان انا اشوف ان الميت يصلي لغير القبلة، هنا الرؤية ممكن تنصب علي انا فقط لو الميت مجهول، والرؤية تنصب على الميت كلية كنت بقول كليا او كلية، كلمة انا تعلمتها من حد لو سمع الفيديو هيفهم. كون ان الميت يتعلق يعني يصلي لغير اتجاه القبلة، فهنا الميت لو معلوم المعنى بينصب عليه كليا، الميت مجهول بينصب علي انا. طب نبدأ بي انا، هناك عكسات كثيرة جدا في الحياة سوف تحدث لك، وربما تدل أيضا هذه الرؤية على أنك يعني قائم على بعض الذنوب والمعاصي، أو ربما تكون مقصر في الحياة، أو ربما تكون قائم على بعض المعاصي والذنوب التي يعني أن أنت مصر على فعلها ومع شديد الأسف، وربما تدل على خسارتك لكثير من الأموال، وربما تدل على فقدك لوظيفتك، وربما تدل على خسارة بعض الأرباح، وربما تدل على سماع بعض الأخبار السيئة. أي كل المعاني دي سيئة، عامل إيه؟ هي الرؤية كده شايف ميت مجهول بيصلي لغير القبلة، أنا المقصود عشان أفوق عشان أعيد ترتيب حساباتي. أما بالنسبة للميت لو أنه معلوم أنا ماليش علاقة بالرؤية، ولكن هذه الرؤية تدل على أن هذا الميت يحتاج قولا واحدا إلى صدقات وإلى أدعية، محتاج حد يصدق عليه، محتاج حد يدعي له، لأنه في كرب، في عذاب إلى آخر هذه الأمور، فربما يعني هذه الأشياء تسعفه لو فعلناها له. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.